صباح الخير، صباح التفاؤل والرضا وراحة البال علينا وعلى زمايلنا وعلى كل اللي يتابعونا في شاشة المحور، ويوم سعيد جديد على حضراتكم. إن شاء الله نكون معاكم النهاردة بفقراتنا المعتادة، يا رب إن شاء الله تنال إعجابكم. صباح الفل عليك يا عم. صباح الخير يا أحمد، وصباح الأمل والتفاؤل والاجتهاد والعمل، ودايما دايما منورنا في كل حتة بتتابعونا فيها، سواء في مصر أو الوطن العربي، ودايما معانا على قناة المحور. ويوم جديد، يوم سعيد مليان فقرات متنوعة ومختلفة، ودايما صباح الأمن والأمان على بلدنا الغالية مصر. يا رب إن شاء الله. طبعا يعني كتير بيتكلموا في مسألة اتخاذ القرارات، وإزاي أن أنا أتخذ القرار السليم في الوقت السليم، وأن أنا أخذ القرار السليم مش بس كده في الوقت السليم، يعني مش في المكان السليم ولكن في الوقت، لأن التوقيت في حد ذاته أحيانا بيكون هو الفاصل في موضوع القرار. والناس كتير بتكون مترددة بشكل كبير في أي قرار في حياتها، حتى لو شيء صغير جدا، وبالتالي بيكون الموضوع مش في مصلحته تماما. شايفة مسألة التردد ده ممكن يعني يضيع القرار في حد ذاته، ولا التأني بيكون كويس في اتخاذ قرار؟ والله انت جيت للشخص مش عارفة اقول لك الصح ولا الغلط. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيكي. بس طبعا احنا بنقول يعني ايه الحاجات الخاصة بالدراسات حتى وان اتطبقت علينا. يعني بص، هو يعني كتير التأني، وبالتأكيد التأني والانتظار والتفكير واخذ رأي الناس حواليك، خصوصا لو في حد شريك في القرار معاك، يعني مش انت لوحدك اللي هتاخد القرار وتنفذه، يعني لو في طرف تاني طبعا الاستشارة والحديث والكلام ده بيبقى أسهل كتير، وبيدي يعني برضو إن كده إيه تبقى مرتاح بعد ما تاخد القرار، يعني طلع صح بقى طلع غلط في ناس شايلة معاك، لكن لوحدك كده وما تحسيش بالندم. والله أصلاً ياريتني، كلمة ياريت دي اللي بتضيع الدنيا، أو يعني هي اللي بتحسس الإنسان بالذنب. فاللي هو لا، أفكر كويس، ومسألة الشريك في القرار عشان فعلا لو حصل حاجة ما اقولش والله انا السبب. لا، هو ما احنا اخترنا مع بعض يعني وقررنا مع بعض. ساعات بيبقى خد بالك، ما بيبقى في شريك، بس رأيك انت اللي يعني انت اللي ايه اللي طرحت الأطروحة، والشريك مش معاك في نقايد، فايه فانت اللي برضو انت اللي في الموضوع. لكن الامر الحقيقة مش سهل، وفكرة القرارات واتخاذها، ويعني الموضوع مش زي ايه معضلة كل يوم هناكل ايه ديت. الحياة فيها قرارات كتيرة مهمة ومصيرية، والتفكير بشكل في دقة، ونحط كده كل الاحتمالات، ونحاول ان القرارات اللي بناخدها دي علشان هي بتأثر بشكل كبير على حياتنا وعلى حياة اللي حوالينا، واحيانا على مستقبلهم. فلازم يكون يعني القرار بناخد كده تأني وهدنة، ونفكر فيه ونقعد يعني نتخذه بعد يعني وقت كده، من غير توتر، من غير قلق، نبعدهم عننا خالص، لأنه الواحد وهو متوتر وهو قلقان غالبا قراراته بتكون يعني مش لطيفة، وخصوصا لو تحت ضغط بقى، اللي هو انت لازم تاخد دلوقتي حالا، مفيش حالا ديت يعني. بس للأسف يعني الشديد بيكون القرار محتاج حالا، ده يعني بيكون القرار ساعات بقى ده لو بالظبط. ما هو عشان كده بقول لك للأسف بيكون ده لو دكتور هيتدخل في عملية حضرتك حالا دي، لكن احنا في الحياة لا يعني. والله ما هو برضو احنا احيانا بنضطر فعلا نبقى فيه في موقف معين، هتضطر برضو انك تتدخل جراحيا يعني انجاز التعبير بالنسبه لنا، بشكل عاجل يعني على طول تتدخل وتاخد قرار. ولكن هو بنحاول بس نبعد عن الامور اللي ممكن تخلي عندك التوتر خلال اتخاذ القرار نفسه. فاكره لما كنا لسه بنتكلم في سؤال وبنقول ايه الحاجات اللي ممكن بتخليك تتوتر بسرعه، وانا وقتها قلت لك، حتى انا فاكر اجابتي، ان من ضمن الامور او الامر الاهم في ان انا اتوتر هو تاخيري في المواعيد. فده في حد ذاته بيخلي الانسان كل واحد طبعا في حاجه، يعني انت شخص ملتزم ما بتتاخرش. هو انا بقول لك لو حصل، لو حصل ده مش هتتوتر، لكن لو حد جه متاخر عليك هو ده اللي يوترك، هو يعني يبوظ لك الدنيا يعني. ده بيعصبني ان حد يتاخر عليا، خاصه بس في النهايه يا استاذ محمد هنيدي، ولا يعصبك ولا يوترك. بنحاول يعني بنحاول، وده ممكن بيكون شيء كويس جدا علشان الانسان يحاول انه يكون يهدى شوية قبل اتخاذ القرار. وإن كان إحنا بشر يا جماعة، أولا وأخيرا، على الأقل بقول الكلام ده لنفسي، إحنا أولا وأخيرا بشر، الإنسان مش زرار هتدوس عليه فيهديه، لكن هي الفكرة كلها نحاول
نعمل الحاجه اللي بتخلينا نهدى. ممكن حد والله يشرب حاجه فيهدى شويه، حد يشرب يقف يطلع في البلكونه مثلا يشم شويه هواء كده يعني صافيين، ده اذا كانوا موجودين اليومين دول برضو هيبقى حاسس بالراحه. ومعاهم شويه رطوبه برضو كويس يعني. ومعاهم شويه رطوبه هنعرف. من درجتين لثلاث درجات بتعلي درجات الحراره على طول، دايما مذاكرين احنا مع المتخصصين يعني في الارصاد الجويه، لان بحيث ان يعني ناخد الامور اللي تخلينا ما نتوترش عشان ما نضطرش ان احنا نتسرع في اتخاذ القرار. طبعا اتخاذ القرار بشكل خاطئ هو ده هيكون النتيجه بالتالي. فممكن ان انا مثلا حد بيحب ان هو يعني يقعد لوحده يصفي ذهنه يفكر في الأمر اللي هو حابب ينفذه بهدوء بتأني، ياخد رأي حد. إذن كل واحد وليه طريقته في اتخاذ القرار السليم بالشكل السليم عشان يطلع قرار مناسب في التوقيت. عارف بقى اللي بيوترني بجد إيه؟ أني أجي أسألك مثلا إيه رأيك في الموضوع الفلاني فتقولي اللي أنت عايزاه اللي أنت شايفاه مش عارف. ده بقى ساعتها اللي هو الشخص اللي انت رحت للشخص الغير سليم حقيقي، يعني ان تاخد رايه في حاجه. لكن علشان يكون في شخص بيساعدك في اتخاذ القرار لازم يكون شخص عنده رؤيه وعنده فطنه، وقد يكون مثلا هو مر بنفس الامر فيقدر يساعدك انك تحل المشكله او القرار اللي انت عايز تاخده ده يساعدك فيه. يعني يقول لك مثلا والله بحكم ان انا مريت بنفس التجربه دي قبل كده انا اتحطيت في نفس الموقف فعملت 1 2 3 فيفكر معاك. انت في الوقت لما بتروح لحد علشان تاخد رايه انت فعلا محتار، انت فعلا مش عارف تاخد القرار، فعشان تاخد القرار اختار الشخص السليم اللي يساعدك على اتخاذ القرار. لانه في الوقت ده انت احيانا كمان بيبقى تفكيرك وقف، يعني ما عندكش افكار، ما عندكش حلول. فعلشان ما تتسرعش فكرة ان يكون في شريك في اتخاذ القرار ده بيديك هدنة برضو انك تعيد صياغة افكارك مرة تانية، انه ممكن يطرح عليك فكرة ما كانتش موجودة خالص او طريقة لمعالجة الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده تاخدك لقرار تاني يمكن ما كانش هو اصلا اللي في بالك ولا هو المسار اللي انت هتختاره من الاول. يعني عشان كده لما بنقول القرار المناسب لازم يكون التوقيت المناسب، الظروف المعينه اللي انا اتخلص من التوتر فاقدر افكر بشكل كويس، والشخص المناسب اللي انا هشوره. اذا المشوره مهمه جدا واساسيه، وان كان البعض يعني يقول لك لا انا قراري من دماغي وكل حاجه، ولكن مش معنى كده ان انت ما تشورش، انت ممكن تشور حد وفي النهايه قرار ليك اولا واخيرا، بس ممكن هو على فكره يفتح لك مجالات. قرارك من دماغك لان هو هيديك الراي وانت حر تاخده ما تاخدهوش. يعني هو مفيش حد بيجبرك على فعل شيء يعني. عشان كده بقول لك دي مشوره، يعني هو انت بتشور حد خبرته في الموضوع اكبر، نضجه اكتر، مر بالتجربه زي ما هو بتتكلم في مساله ان هو مر بيها قبل كده، فربما يفتح لك حاجات مش في بالك. من ضمن الامور برضو اللي ممكن تخليك تفكر بشكل كويس بعد ما تشور حد او زي ما كنتش هتشور ايا كان، ان مثلا تكتب في ورقه، تعمل كده في الورقه دي موازنه ومقارنه يعني بينك وبنفسك على الورق، والله انا لو خدت القرار ده ايجابياته هتكون كذا، السلبيات هتكون كذا، لان مفيش قرار بالتاكيد هيكون ايجابي بحت. ممكن يقول لك والله انا قراري ده هيكون بخصوص الشيء الفلاني ولكن هتنازل عن الشيء الفلاني. القرار ده، لان القرار دايما هو اختيار، يعني انا اختار الشيء، قراري هو اختياري وبالتالي بختار حاجه واسيب حاجه تانية. لازم هنا اوازن ما بين السلبيات والايجابيات. برضو بنقول الكلام ده لنفسنا ولكل الناس، لان فكره تنظيم التفكير ده بيكون شيء مهم جدا وبيوصلنا في النهايه للقرار السليم. بالتاكيد علشان نقدر نكون كمان صادقين مع نفسنا في تحديد اهدافنا ومعرفه ايه هي يعني القواعد اللي ممكن من خلالها نقدر نحط الاعتبارات او الاشياء في مسارها الصحيح ونختار الافضل، والافضل ده احيانا بيكون افضل ليك انت مش لغيرك، علشان تقدر توصل للنتيجه اللي ترضيك انت مش ترضي غيرك، حتى لو غيرك ده شريك معاك في الامر. هو هنا في المشوره جزء منها بقى انك توصلوا لنقطه تلاقي ان القرار ده او الفكره اللي احنا هنتخذها او العمل اللي احنا هنشتغل عليه ده شكله النهائي هيبقى فيه 90%
إيجابية 10% سلبية ونتحمل 10% على حساب 90%، حتى لو العكس يعني الرقم السلبي أكتر من الإيجابي في النهاية برضو إحنا كمان لازم نتحمل اختيار الاثنين يعني. إذن المشورة شيء أساسي، خاصة إذا كان القرار معني بيه الاثنين، اللي هيتكلم في الموضوع أو هياخد القرار وشريكه مثلا، لأن إذا كان هما الاثنين هيتأثروا بالموضوع فهنا مش مجرد استشارة، ده شيء أساسي وتفكير مشترك لأن القرار يخصهم هما الاثنين، وبالتالي نتائج مختلفة ممكن تكون بناء على القرار، يعني ممكن تكون مش كلها واضحة، ولكن التفكير في كل اختيار لازم نفكر فيه كويس وتبعاته، وما نفكرش بالإيجابيات وبس، السلبيات برضو نكتبها، أي عواقب محتملة ما بعد أو محتملة ما بعد القرار، لأن بالتأكيد كل قرار فيه تبعاته، ففكر إزاي هتعامل معاها، إزاي ممكن يكون عندي حلول، إزاي يكون عندي سيناريوهات، يعني الخطط البديلة كمان إذا كان القرار مش مظبوط نسبيا، أو إذا خطط القرار وحصل نتائج عكسية أنا مش مخطط ليها، أكون مخطط إزاي هتعامل معاها، لأن ده شيء مهم جدا زي ما بيقولوا كده، يعني اللي هي الخطة البديلة زي ما بنسميها. يعني من القرارات برضو أو من الأفكار المفيدة في الحصول على القرار هي المناقشة ووجهة نظر الآخرين زي ما بنتكلم، لكن أحيانا بعد ما بتاخد القرار وبعد فترة منه تلاقي نفسك تقول ده أحسن قرار أنا خدته في حياتي. أنت حصل لك الموقف ده قبل كده؟ أحيانا بتاخدي قرار وتحسي بعدها أن الموضوع كان ممكن يبقى قرار احسن من كده، ويعدي وقت وتقولي لا والله هو فعلا انا خدت القرار السليم. ده تقصديها دي؟ ايوه فعلا، يعني ممكن يعدي مده كبيره وتقول لا والله انا فعلا القرار ده كان سليم، وده نتيجه ممكن في النتيجه في يعني في العاجل تحس انها مش مظبوطه، لكن مع الوقت لا فعلا هو ده كان القرار السليم. هو كمان بعد ما بنكبر شويه، اولا واحنا صغيرين نبقى اكثر تهورا كده في اتخاذ القرارات، تلاقينا عندنا اقدام كده عندنا اقدام، نحب كده ندوس في المخاطر على راي سيمبا، لكن احنا في النهايه بعد ما بنكبر كده وبنخش في تجارب كتير بنقدر نحدد اولوياتنا في الحياه واهدافنا، وبما اننا عندنا اهداف كبيره ولنا شركاء في الحياه وشركاء جيدين بينصحوا بجد وليهم رؤيه، سواء بقى اهل او اصدقاء او شريك في الحياه كزوج او زوجه يعني، ففي الحاله دي انت يعني بتقدر بقى مع الميكس ده كله تتخذ القرارات بتأني وهدوء مهما كان القرار صعب. لكن أحيانا الحياة برضو بتحطنا في اختبارات بيكون القرار فيها محتاج حالا، اللي أنا لسه قايلة من شوية أنها صعبة، ومحتاج أنك يعني تكون عندك من الفطنة الكتير، عشان في حالا دي لازم القرار يكون 90% أو 99% صح. وأولا وأخيرا طبعا يعني التدبير من عند ربنا، صح. ربنا يهدي الجميع يا رب للقرار الصالح والقرار السليم، وهي نسبة وتناسب بالتأكيد لكل واحد. خلينا بقى نخرج من القرارات نروح للاحتفالات والمهرجانات، نروح لمهرجان العالمين وتحديدا لمعرض تنمية الأسرة المصرية اللي بتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات النسخة الثانية من المهرجان، والمعرض بيقام على مساحة 2000 متر بمنطقة أرض المعارض في مهرجان العالمين الجديدة بالساحل الشمالي بمشاركة من 76 عارض، يعني بيتقسموا ل 54 عارض من الأسر المنتجة لوزارة التضامن الاجتماعي بجانب مشاركة 22 من رائدات الأعمال بالمجلس القومي للمرأة، يعني طبعا لتوفير فرص تسويقية لمشروعاتهم الحرفية زي ما احنا شايفين كده، بصراحة حرف ممتازة جدا، يعني هاند ميد رائع. فكرة ان يكون في مناسبات وفعاليات لتسويق المنتج، يعني زي ما احنا شايفين يا علا مفيش انسب من ان هم يسوقوا نفسهم في مهرجان العالمين. والحقيقه ايوه، لانه كمان يعني الاهتمام من جانب الدوله في وزاره التضامن الاجتماعي ان كل سنه بيبقى في عرض للمشروعات الاسر المنتجه او لرائدات الاعمال من خلال المعارض السنويه زي تراثنا والحاجات دي في الساحل الشمالي، فرصه بقى ان هي تكون موجوده كمان في
للعالمين. وشاهدنا طبعا من ايام افتتاح دكتوره مايا مورسي للمعرض، والحقيقه ان هي مدركه قيمه الدعم للمراه في الحرف وللاسر بشكل كبير للحرف اليدويه، لان هي كانت في المجلس القومي للمراه ثم بعد ذلك وزيره للتضامن الاجتماعي، فهي عندها المام بالمنطقتين وقد ايه في سيدات واسر عندهم من الحرفيه بقى في العمل اليدوي او الحرف اليدويه الكتير والكتير. المعرض بيضم عدد من مبدعي المنتجات الحرفيه واليدويه التراثيه في كافه انحاء الجمهوريه، بيقدموا منتجات من الخزف والصدف والخشب وجذوع الخشب ومنتجات اخميم والكروشيه والمفروشات بانواعها، الاكسسوارات والاحجار والنحاس، لوحات خشبيه ومنتجات غذائيه ومخبوزات، زي ما احنا متابعين طبعا شكل المنتجات رائع، وكمان يعني الدقه في الفينيشنج زي ما بنقول حاجه كده يعني رائعه ومميزه. كمان بيضم ابداعات محافظات اسوان وسيوه وسيناء من ملابس تراثيه وعبايات وتوابل ومنتجات غذائيه ومخبوزات زي ما شفنا، حتى كمان الشغل المميز دوت يمكن كان معانا حلقه عن نفس الصناعه اليدويه. هي موجودة مش بس كمان في أسوان وفي المناطق البعيدة، لا يعني في هنا في القاهرة في شارع المعز وفي أماكن كتير كمان بتتباع في المعارض، وشفناها في تراثنا كمان لما سجلنا. صحيح، وكان لنا تسجيل هناك وكان في حلقات يعني من أكتر من مكان كمان من اللي بتهتم بالأمور المتعلقة بالحرف، وزي ما نقول الحفاظ عليها هو حفاظ على هوية مصر وعلى الثقافة المصرية. ومن ضمن الفعاليات الموجودة كمان في المعرض هو جناح خاص بأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، صندوق عطاء لذوي الإعاقة والهلال الأحمر المصري، مشروعات كمان لبرنامج زي مسطورة لبنك ناصر الاجتماعي، وده برضو جزء مهم جدا مسألة تمكين المرأة وأن يكون في دعم من المرأة. هنا بنتكلم عن التسويق، برنامج زي اللي بنتكلم عنه ده للتمويل طبعا بيكون بحجم معين يتناسب مع حجم المشروعات اللي بتقوم بيها المرأة في كل الأماكن المستهدفة، وبيكون في فئات معينة طبعا بيتم التأكيد والاستهدافها بشكل واضح وبشكل مباشر، بالإضافة لجناح خاص بمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات اللي بيقدمها للمرأة، دعم النفسي للمرأة، الاجتماعي، الدعم القانوني، ان يكون في تعريف بالخط المختصر اللي هو 15115. طبعا الرقم مرة تانية هو 15115، ده خط لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات، هو تابع للمجلس القومي للمرأة، يقدر ان يكون في اي تواصل طبعا او اي سيده ممكن انها تتواصل بشانه. المعرض كمان بيتضمن جناح خاص بمبادره نوره اللي اطلقتها او اطلقها المجلس القومي للمراه، وبتشرف عليها السيده انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهوريه، مع جناح خاص كمان ببرنامج الشمول المالي بيتضمن انشطه للتعريف ببرنامج الادخار والاقراض الرقمي تحويشه. والحقيقه البرنامج ده مهم جدا، يعني تفاصيله محتاجه حلقات يعني، لانها برنامج مميز جدا، وحتى عايز يدرس لنا كلنا بالظبط لكل افراد الشعب المصري. ده موضوع تاني تحويشه، بس يبقى في حاجات كده تتحوش ان شاء الله يعني، بس هو فعلا نلاقيها الاول ان شاء الله. سوف يبقى الموضوع مهم جدا فعلا، لان بيكون يعني موجه لفئات وشرائح معينه من تمويل المراه، فبرنامج تحويشه ده ان شاء الله لازم نكون في استعراض مع حضراتكم. احنا عملنا حلقه عنه قبل كده برضو، لكن بالتأكيد ما نسيوش الأطفال، وفي كمان منطقة للأطفال مخصصة ليهم. كمان مشروع تنمية أو معرض تنمية الأسر المصرية اللي موجود دلوقتي في مدينة العالمين هيستضيف معرض مصر، هنروح بقى من المعرض لمعرض آخر أو لاحتفالية تانية موجودة على أو هتكون موجودة في أول شهر سبتمبر في مدينة العالمين، وهو معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، واللي هيكون بالتزامن مع الافتتاح قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار العالمين الدولي للاطمئنان على ما تم من تجهيزات وترتيبات لوجستية بالمطار، وكمان الاطمئنان على تسخير كافة الإمكانيات لتقديم جميع التيسيرات اللازمة للضيوف المشاركين في هذا الحدث الهام. الحقيقة أنه برضو يعني
في كده رؤية متكاملة لكل مؤسسات الدولة إنها تبروز المنطقة التنموية الجديدة اللي تحولت الحقيقة من منطقة كنا بنعدي عليها كده وإحنا رايحين مطروح مثلا أو منطقة بعيدة في الساحل الشمالي، تعدي عليها أنت ما بتشوفش حاجة غير يعني صحراء أرض فاضية، وتحولت لمنطقة فيها من الجوانب التنموية الكتير والكتير. فتكاملية رؤية مؤسسات الدولة في أن كل واحد يعرض إنجازه ويقدم ما لديه من مشروعات، ده شيء مميز ومهم فعلا. يعني هما كانوا بيسموها او كان بيتقال عليها تم تحويلها من ارض للالغام ل يعني ارض للاحلام وتحقيق الاحلام، وده اللي شايفينه فعلا. المشهد اللي احنا شايفينه والابراج والبنيه التحتيه الموجوده هي فعلا كانت احلام في وقت من الاوقات ان انت تشوفها، وتشوفها تحديدا في العالمين اللي كانت مليانه الغام، ولكن الحمد لله دلوقتي بقى فيها حتى المتاحف والمطار فيها اللي أنغام كنا لسه بنتكلم فيها، وفيها احلام وفيها فرص عمل وفيها مدينه متكامله هتعمل على مدار العام، فيها جامعات، فيها مستشفى، فيها مطار، فيها كل يعني أوجه وسبل الحياة الجيدة الفخمة والمتوسطة والطبيعية، يعني فيها ده كل حقيقي. حاجة هي موجودة لكل الشرائح، يعني كل شرائح المجتمع تقدر أنها تستمتع بالعالمين الجديدة فعلا وبالمهرجان اللي احنا شايفينه اللي بيوفر كل الإمكانيات بالمستويات المختلفة. الكل فعلا هي زي ما بيقولوا كده ليه مكان في مهرجان العالمين. ومن ضمن الاستعدادات زي ما قلنا مسألة ان يكون في مطار مجهز، فالسيد الوزير طهران المدني كان ليه جولة في المطار بمتابعة بقى يعني انتظامية العمل، حركة التشغيل في المطار بشكل عام، تفقد صلاة السفر والوصول والكاونترات الخاصة بالجوازات، منطقة سيور الحقائب، البنوك العاملة هناك كمان داخل صالة الوصول اللي هي المعنية بإجراء تأشيرة الركاب مثلا الأجانب، منطقة الأسواق الحرة. وتم يعني تأكيد أو تأكد من كل الخدمات ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء في المطار هناك، بالإضافة طبعا لأن هو تفقد جميع الاستراحات الخاصة بدرجة رجال الأعمال لمتابعة استعدادات المطار، بحيث طبعا معروف العالمين الجديدة بتستضيف أيضا كبار الزوار زي ما قلنا ان الجميع مكانه موجود في العالمين الجديده، وبالتالي لازم يكون في اماكن برضو لكبار الزوار بيتم استقبالهم، نظرا لان بيكون احيانا في استعدادات خاصه مختلفه. واطمن كمان على كل الترتيبات، ووزير الطيران المدني كان ليه توجيهات خاصه بالاجراءات ان هي تقدم كل التسهيلات لاستقبال ضيوف مصر اللي بيشاركوا في الحدث الهام وهو مهرجان العالمين والعالم عالمين بالتاكيد. طبعا احنا في النسخه الثانيه وكل سنه يا رب ان شاء الله هيمتد مهرجان العالم عالمين. كمان تفقد الوزير الخدمات اللي بتقوم بيها سلطات المطار لتسهيل وصول وسفر الوفود المشاركة، مشددا على ضرورة تكثيف وتوزيع عدد المنسقين العاملين بالمطار، بجانب تواجد فرق العمل من العلاقات العامة على مدار الساعة للمشاركة في استقبال الضيوف وتسهيل إجراءاتهم وإجراءات وصولهم وسفرهم، علشان يبقى حركة يعني التنقل فيها سهولة ويسر كده والأمور ماشية بكل يعني بساطة. إلى جانب كمان إن لا قدر الله لو في أي مشكلة حصلت لأي حد تداركها وسرعة حلها، ده شيء مهم برضه. صحيح، ده كان خبر خاص بوزارة الطيران المدني. خلينا نروح لخبر خاص بوزارة الكهرباء، لأن طبعا كان في جهود وتم الإعلان عن جهود خاصة بمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وأصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرار باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية، بحيث أن يكون في قدرة على قياس الاستهلاك الخاص بالكهرباء اللي بيتم الحصول عليه بشكل غير قانوني. ده طبعا لكل العقارات وكل المنشآت بدون أي استثناءات، ولا يترتب على عملية التركيب دي حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر العداد الكودي سند للملكية
أو ولا للحيازة ولا لتقنين الأوضاع. وكان مهم جدا الإشارة للجزئية دي، لأن يعني أن يكون في العداد اللي هو الكودي كان لازم يكون تأكيد حاجات كده إدارية من الوزارة أنه لا يعني الملكية الخاصة بالعقار، لأن العداد زي ما احنا شايفينه كده بيكون بكود أو بكارت، أنت بتحطي يعني كارت تشحني يعني مش عارف هو متركب عندي هو زي ايوه زي في البيوت زي كانك شحنه يعني موبايل كارت مسبق الدفع بتشحني، بس مش نظام فليكسات بقى، بتشحني كده بياخد منك بالجنيه وبعد نفذ الرصيد تتشحني يعني كده. هو غالبا يعني هيكون ده الشكل السائد بعد كده لكل بالظبط هيتعامل حتى على فكره يعني الميه والكهرباء والغاز وكل الحاجات اللي بنستهلكها في البيت. وفقا للقرار ده بتقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت اللي بتحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصاتها، وبتبادر بتركيب العدادات الكوديه للعقارات دي. ووجه الوزير شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري في تنفيذ القرار وإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي شهد تركيب 33 ألف عداد كودي على مستوى جميع الشركات. يعني بصراحة الحقيقة اللي تتقال أن العداد ده ممتاز جدا، اولا في مساله الجانب القانوني ان هو مفيش مجال لسرقه التيار بالنسبه للعقارات، تاني حاجه بيخلي الواحد يتعلم، يعني بيعلم الواحد فعلا ازاي يكون مدبر وتمشي تقفلي في النور في الشقه علشان كله بيتسحب من الرصيد. هو بعيدا بقى عن الموضوع ده، ده شيء مهم لتوفير وتشييد استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئه، عشان احنا دايما بنتكلم على فكره يعني التغيرات المناخية، وجزء منها استهلاكنا للكهرباء ده طبعا علشان بنستخدم وقود في تشغيل شركات الكهرباء محطات الكهرباء والكلام ده، يعني القصة قصة متكاملة يا جماعة. صحيح، لكن هو الفايدة الكل في الموضوع في النهاية، هو الأول الفايدة عايدة عليك أنت شخصيا، وبعد الدائرة الكبيرة اللي اتكلمنا فيها حالا دي تعود عليك برضو بتاكد. يعني في النهاية وفي الأول وفي الآخر أنت. يعني القرار زي ما اتكلمنا عنه هو اذا كان لمصلحه الجميع زي ما بنقول هو ده ضمن خطه، بس هي المره دي هم واضعين خطه عاجله لتحسين جوده التغذيه الكهربائيه، وان يكون في حفاظ على استقرار واستدامه التيار الكهربائي. والبرنامج ده وضعته وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده للحد من الفقد الفني والتجاري والتصدي لظاهره سرقه الكهرباء على كل الاستخدامات، وان يكون في ضمان لتقديم خدمات كهربائيه لائقة للمواطنين، وتنفيذا للقرارات اللي كلمنا عنها من مجلس الوزراء ان يكون في بدء فوري في ترتيب العدادات الكودية المؤقتة لكل المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح بقى الأوضاع وتقنين الأوضاع مع الأجهزة المعنية بدون أي قيود ودون اشتراطات مسبقة، بحيث أن يكون عندنا استهداف يعني للهدف الأسمى في الموضوع وهو الحفاظ على أموال الدولة، لأن بالتأكيد الحفاظ يعني حتى بنشوف الحملة المتعلقة والجانب اللي هو التوعوي اللي بنشوفه دلوقتي في حملات توعية موجودة من الوزارة، إن يكون في إيجابية، يكون في أي إبلاغ عن أي مخالفات عن أي حد بيسرق التيار الكهربائي، لأن لو السرقة دي موجودة هو مش بيسرق يعني سرقته للتيار من شركة الكهرباء الخاصة بالدولة، هو سرقة من جيوبنا كلنا، لأن ده بالتأكيد بيأثر على الخدمة اللي المفروض تتقدم للي بيدفع فلوس لصالح خزينة الدولة اللي هو الحق اللي بيحصل عليه، التاني بيحصل عليه بشكل غير مشروع، وبالتالي ده سرقة وسرقة أموال عامة وسرقة من جيوبنا احنا كمان. احنا لسه معاكم في يوم سعيد، فاصل ونرجع لكم مرة تانية. الإيجابية ليها يعني صدى جميل كده نبدأ بيها اليوم في استعراض لتوقعات الأبراج مع خبيرة الأبراج الأستاذة عبير فؤاد، نتابع رسائلها اللي هتقدمها لنا النهاردة، نرجع نكمل معاكم. يوم سعيد. أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الحد 18 أغسطس، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية هيكون إيه النهاردة على كل الأبراج. والنهاردة القمر موجود طول اليوم في برج الدلو، وكمان اليوم بيبدأ وكوكب أورانوس موجود في برج الثور، والمريخ والمشتري الاتنين في الجوزاء، والشمس موجودة في برج الأسد، وفينوس في العذراء،
وعطارد بيتراجع في برج العذراء، وبلوتو بيتراجع في برج الدلو، وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل عندكم القمر موجود في وضع داعم ليكوا جدا في الشغل وكمان في الحياة الاجتماعية، ورغم تراجع عطارد لكن تقدروا انكم تعملوا علاقات حلوة مع كل اللي حواليكوا سواء في الشغل او في الحياة الاجتماعية مع الأصحاب. فيوم هايل للخروج وللانطلاق مع الأصحاب، وكمان في الشغل تقدروا توطدوا علاقتكم أكتر بالزملاء وبالرؤساء في الشغل وتعرفوا تحصلوا على دعمهم بسهولة. كمان تقدروا تعملوا تنمية لأعمالكم أو لمشاريعكم لو عندكم مشاريع خاصة. أما برج الثور فعندكم القمر في وضع معاكس، لازم تاخدوا بالكم بالذات في الشغل، اشتغلوا بدقة وبلاش أنكم يعني تكروتوا أي شغل بتعملوه، ادوا كل حاجة حقها. حاولوا أنكم كمان تنظموا أولوياتكم وأفكاركم علشان تعرفوا تتغلبوا على أي شعور بالتشتت في اليوم ده. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء عندكم يوم يعتبر من أفضل الأيام بالنسبة لكم خلال الشهر ده، القمر موجود في منزل الحظ، وكمان المشتري كوكب الحظ في برجكم، والمريخ في برجكم بيديكم منتهى الإصرار، فتقدروا أنكم يعني تاخدوا قرارات سليمة وعندكم إصرار توصلوا لأهدافكم، عندكم بصيرة تساعدكم أنكم تمشوا في الاتجاه الصح اللي يخدم مصالحكم. كمان عندكم رغبة في المعرفة أكتر تساعدكم تعملوا تطور في مستواكم المهني. نروح للسرطان. وبرج السرطان عندكم القمر في منزل المدخرات، بيديكم يوم رائع في إدارة النواحي المالية، فيبقى عندكم أفكار ملهمة تساعدكم أنكم تزودوا مدخرات أو أملاك، وكمان تقدروا أنكم تكتشفوا معلومات كانت خافية عنكم، وده يساعدكم في التخطيط لمستقبلكم أو في التخطيط لتنمية فلوس. نروح للأسد. وبرج الأسد عندكم القمر في مواجهة برجكم طول اليوم، لازم تاخدوا بالكم من حقوقكم، متغمروش في بيع أو شراء في اليوم ده، ويعني حاولوا تكونوا كمان ملتزمين في النواحي القانونية، لأن أي مخالفات في قانون أو في المرور هيكون سهل اكتشافها. نروح للعذراء. ومواليد العذراء عندكم القمر في منزل العمل الإيجابي، بيديكم طاقة ونشاط وقدرة أنكم تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم، وعندكم كمان إصرار أنكم تقوموا بالواجبات اللي عليكم على أكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. نروح للميزان. ومواليد الميزان عندكم يوم هايل على أصعدة كتير، القمر في منزل الحب، بيديكم طاقة عاطفية وتعرفوا تأثروا جدا في الجنس الآخر. كمان مع الأولاد، لو عندكم أولاد هتعرفوا تتفاهموا بصورة أفضل مع أولادكم، وفي الشغل تعرفوا تثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه. نروح للعقرب. ومواليد العقرب القمر معاكس معاكم، فلازم تاخدوا بالكم تشتغلوا بدقة، كمان تحافظوا على اللباقة في التعامل مع الأهل والقرايب والأصحاب، ممكن تكونوا عرضة لسوء تفاهم، فحاولوا أنكم تحافظوا على هدوء أعصابكم قدام أي استفزاز. نروح للقوس. ومواليد القوس عندكم القمر في منزل العلاقات، بيديكم يوم هايل في توطيد العلاقات مع كل اللي حواليكوا على كل الأصعدة، في العيلة أو في الشغل أو مع الأصحاب، ففي فرص أنكم تعملوا حتى صداقات جديدة تكون موفقة، وكمان تقدروا في اليوم ده تعملوا لقاءات مهنية ناجحة جدا، لأن عندكم قدرة أنكم تبرزوا مواهبكم بشكل أفضل، تقدروا أنكم تتفاوضوا على أي حقوق ليكم وتكونوا مقنعين جدا. نروح للجدي. والجدي اليوم ده عندكم يعني في تشتت والتركيز مش أحسن حاجة، فلازم تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها سواء في الشغل أو في الفلوس، لازم تراجعوا حساباتكم وتراجعوا خطواتكم في الشغل علشان تتفادوا أي أخطاء ممكن تحصل.
وتتفادوا أي خسائر. نروح للدلو، مواليد الدلو القمر في برجكم بيديكم يوم هايل على كل الأصعدة، عندكم سحر وجاذبية أكتر وتقدروا أنكم تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بمنتهى الذكاء، وكمان تلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح للحوت آخر برج في دايرة الأبراج، وبشوف أنه بالنسبة لكم ده يعتبر يعني يوم الطاقة فيه قليلة شوية، أنتم محتاجين أنكم تاخدوا وقت كافي من الراحة في اليوم ده، تنظموا جهودكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة لأن الطاقة مش كبيرة. كمان محتاجين تعملوا كل حاجة في سرية وكتمان، ما تعلنوش خططكم وابعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة فيديو جديد ويوم جديد. بعد ما شفنا رسائل الأبراج ونتمناه يوم سعيد يا رب إن شاء الله على كل الأبراج اللي بتابعنا، نروح دلوقتي لضحكة اليوم ونكمل الإيجابية مع حضراتكم بالابتسامة اللي اخترناها النهاردة تكون مع الفنان الكوميديان سليمان عيد. خلينا نتابع ضحكة اليوم مع سليمان عيد ونرجع لكم مرة تانية. يعني فنان عظيم وكنا كلنا بنسعد بيه جدا جدا في ما قدمه من أعمال سواء سينمائية أو درامية، مش هننسى شمس الزناتي مع عادل إمام، مش هننسى مع أحمد حلمي أعمال متنوعة وكتيرة، ومنها لما كان قايم بدور خاله في إكس لارج وقد إيه كانوا مميزين هما الاثنين بالإفاهات الكتيرة اللي كانت داخل العمل. النهاردة هناخدكم في معلومة تهمكم من موقع وزارة الصحة علشان نتابع لو لا قدر الله حصل نزيف في الأنف يا ترى نتصرف ازاي او نعمل ايه. ده اللي هنتابعه في معلومة تهمك ونرجع نكمل معاكم. يوم سعيد. لسه كنا بنتكلم عن مسألة القرار واختيار التوقيت المناسب للقرار، والقرار ازاي ممكن ان انا اخده وطرق اللي انا اقدر اخد فيها القرار السليم. عموما دايما بنقول بان التصرف ده بيكون بناء على قرار. فنزلنا الشارع وسألنا الناس ايه هي الغلطة اللي لو رجع بيك الزمن مش هتكررها تاني. انا يعني اعتقد هيكون في اجابات مفاجأة بالنسبة لنا. خلينا نشوف الناس قالت ايه ونرجع لكم مرة تانية. حاجة لو رجع بيجي الزمن مش هتكرريها تاني. ناس كتير مش هدخلهم حياتي عشان هم اذوني في حياتي ودمروا حاجات كتير قوي، فهم لو ما كانوش موجودين كانت حياتي تبقى احسن. ان انا اذاكر في الثانوية لسه اخلص ثانوية جايب 71 ابدا اطور في نفسي اللي انا ما عرفتش اطور في نفسي من وانا صغير، فده اسرع حاجات كتير. فلما كبرت عرفت ان انا كان لازم اطور في نفسي عشان حاجات كتير قوي كانت فايتاني. ما كنتش هسكن في حلوان برضه يعني اخر الدنيا، يعني الواحد هو في الجاية مصر الجديدة بيركب مواصلات ساعتين. كنت هطور علاقتي اكتر باهلي وصحابي، ان انا حسيت ان انا لما كبرت ان انا قصرت في ده قوي. يعني وانا صغير ما كانش ليا اي علاقه باهلي، بس فده ندمني شويه. كنت اصلح من الكارير بتاعي، وكان ممكن في علاقات كتيره ما كنتش هدخلها حياتي. اكيد هيبقى ان احنا ما نضيعش وقت، يعني انا بشوف الوقت يعني الوقت حاجه مهمه ما ينفعش حد يضيعها ابدا، فاكيد هتبقى مساله الوقت. ان انا ما اعملش حساب لاي حاجه مش في ايديا،
يعني كل حاجة سيبها على ربنا كده في وقتها. إن أنا من أسبوع بالظبط كان وفاة والدي، وكان في مستشفى حكومة وكده، وكان محتاج نقل دم وبتاع. يعتبر ما حدش وقف معايا في الحاجات دي غير 2-3 بس من صحابي من 50 أو المليون. فدي أكتر حاجة إن أنا هعرف أنقي ناس أصيلة بجد. ما كنتش أضيع وقت مع ناس كتير، يعني ناس ما لهمش لازمة. بس يعني تعاملت مع ناس، جيت بعد فترة اكتشفت إن لأ، ما ينفعش ان اتعامل مع الناس دي. كنت هبدا كورسات من بدري، وكنت هشوف فرص شغل، وكنت هبدا حاجات كتير قوي من بدري. هو واضح ان في اجماع على ان احنا كلنا بندخل حياتنا، او كل اللي ردوا يعني بيدخلوا حياتهم ناس ما ينفعش يكونوا موجودين في حياتهم. ايه الناس الوحشه دي كلها؟ ده بيقول لك ايه الناس الحلوه دي اللي عكس الاغنيه التقرير. بس اصل دخول الناس ده انا اعتقد مش دايما بيكون باختيار الانسان، يعني في حاجات تانية دخولهم بيبقى بالاختيار، يعني بالارتباط او حاجه، يعني حاجات شبه دي. لا الصحاب ما هي بالاختيار برضه، فيها جزء برضو اختيار كبير، بس في يعني حاجات كده ظروف، في ناس قدرية بتتفرض عليك، في ناس بتتفرض عليك. هو ده بقى خلاص. في الشغل يعني مثلا جيران في عماره انت ساكن فيها جديد مثلا، يعني انت ممكن تبقي في عماره جارك اللي قدامك مباشره حد لازم يخرج من العمارة، مش يخرج بس من بس واضح ان كل اللي في التقرير ما فيش حد منهم كان متجوز، لان انا توقعت ان يعني انا توقعت ان الاجابه هتكون ايه الغلطه اللي انت عملتها في حياتك وندمان عليها ومش هتكررها تاني، فتوقعت ان الرجاله هيقولوا الزواج. واحمد يعني شاركني هذا التوقع الحقيقة يعني. عشان كده ما رضيتش اتوقع انا اي حاجه، فقلت هنشوف المفاجآت. فالناس فاجئونا، وفي ناس جاوبت اجابات دبلوماسيه. وانت ايه الغلطه اللي مش هتعملها تاني؟ ما تسيبيني بقى اروح على بالك واضح ان هي نفس الاجابه اللي انا توقعتها. انا خايف من اي اجابه، اكيد مش من اجابه الارتباط اكيد. يعني انا ده مش ندمان عليها. امال ايه اللي تخاف من اي اجابه؟ ما اضمنش، انا ممكن اقول على حاجه تطلع تتلف كده، تتلف فابص الاقي. قصدك ايه بالجمله دي؟ استر عليا الله يبارك. انا بحاول اهدي النفوس يعني. يعني هو عموما في حاجات فعلا ناس بتفرض علينا من قرارات، برضو هنلف نلف ونرجع للقرار. يعني انا ممكن حد قررت ان هو يدخل حياتي وهو حد فعلا ممتاز جدا، ولكن بالتبعيه في حد معاه فدخل برضو. فده فعلا في دخول ناس في حياه الانسان بتبقى مش بيده، يعني بتبقى خارجه عن ارادته. بس هي الفكره بقى ازاي يتعامل معاه، يعني ازاي ان هو يحاول يحيده قدر الامكان، ولكن طول ما هو موجود هيأثر عليه بشكل او باخر. فيعني خلينا في الامور المتعلقه يعني بالانجازات، ونروح برضو لانجاز كده ومعارض موجوده في كليه هندسه في جامعه من الجامعات، يعني ان شاء الله يبقى فيها قرارات كويسه. يعني اكيد الجامعات حريصه على انها تقدم تجارب مختلفة وتساعد الطلبة في تقديم إبداعاتهم وبراعاتهم. جامعة MSA استعدت لتجربة إبداع وبراعة لطلاب هندسة المتميزين والمبدعين. كنا هناك بكاميرا يوم سعيد، خلينا نتابع معاكم هذا التقرير ونرجع نكمل حلقة. طبعا سعدت جدا بمروري بالمعرض بتاع كليه الهندسه النهارده، وشفت الطلبه في الاقسام المختلفه من كليه الهندسه وعاملين مشاريع متميزه جدا. واهم حاجه في المشاريع دي كلها ان هم بياخدوا مشاكل حقيقيه في المجتمع او في الصناعه، او يعني بيحلوا مشاكل حقيقيه. في ناس راحوا مصانع وحسنوا الاداء بتاعه المصانع، دولت بتوع اندستر انجينيرنج. في ناس كتيره قوي عملوا حاجات جديده جدا، يقدروا يعملوا ستارت اب، شركات في اللي هو في الميديكال سيكتور، دي حاجات متميزه جدا. الجامعات الاجنبيه لما بتيجي بتشوف شغل الطلبه وبتقيسه بالنسبه لشغل الطلبه اللي عندهم، فبيحسوا ان الطلبه بتوعنا متميزين جدا. بس اهم حاجه عندنا في الجامعه هنا بيربط دايما سوق العمل بالدراسه. المعرض ده السنوي بيمثل كل أقسام الكلية، عمارة وكمبيوتر انجينيرينج وكوميونيكيشن واندستريال وميكاترونكس.
ده مش كل المشاريع الحقيقة اللي عاملينها الطلبة، ولكن دي مجموعة مختارة. هنبص نلاقي ان في التوجه الجديد هو كل المشاريع اللي هي بتبقى معتمدة على الذكاء الاصطناعي. الطلبة هنا بتبدع جدا في الأفكار الجديدة، فهنا الحقيقة الطلبة كلها أصبحت عندها وعي بحاجتين، بأهمية الذكاء الاصطناعي وأهمية المشاريع اللي بتفيد البلد. احنا السنة دي المعرض بتاعنا من أهم الحاجات اللي بيتكلم عليها الـ SDGs بسستينابل وكمان حقوق الإنسان. احنا المعرض لكل الأقسام بتاعت كلية الهندسة، عندنا ميكاترونكس، عندنا اندستريال، كوميونيكيشن، كمبيوتر انجينيرنج واركتكتشر. طبعا احنا بيبقى اركتكتشر لمشاريعها لجميع السنين، والطلبه بتوعنا موجودين والحقيقه بيعملوا منتجات متميزه جدا، برودكتس متميزه، وبنمشي مع خطه مصر 2030. مشروعي هو عباره عن سمارت رود سكيورتي سيستم بيتكت العربيات المسروقه عن طريق الاي اي والماشين ليرنينج والديب ليرنينج، بيتكت اللايسنس بليت بيقراها وبيتشيك مع داتا بيز بتاعت العربيات المسروقه بتاعت العربيات عموما، لو لقى ان الحرف متغير بيعتبرها فورجن كار. مشروعي اسمه ذا سمارت لايف تراكنج اند سمارت. مشروعي ايه الهدف منه؟ الهدف منه هو الاهتمام بدوره تسمين العجول، ازاي ان الدوره دي اخليها اوتوميتد. ثانيا كمان ان اقدر ان انا ادخل في الداتا بيز بتاعت كل عجل الفاكسينز والحاجات اللي هو واخدها، بحيث ان انا اقدر اعمل اناليسز للداتا واقدر اعرف كل عجل وصل لايه واخد ايه وما اخدش ايه علشان اقدر احدد صحته وحالته. مشروع التخرج بتاعي عن autonomous self parking vehicles، يعني عربيه ذاتيه الركن. ده بيتحقق من خلال كاميرتين وسنسر اسمه التراسونيك سنسر. انا هدفي من المشروع ان انا اخلي السواق ما يضطرش يسوق ولا يعمل اي حاجه جوه مكان فيه ركنه او باركينج سبيس او باركينج مثلا في مول او مكان عام. وصلنا الحمد لله العربيه بتقدر تفهم اي باركينج سبيس وتقدر تركن، وان العربيه تقدر تمشي لوحدها بس باستخدام الكاميرا ومن غير اي انبوت او اي معلومات مني انا كسائق. مصر زي ما احنا شايفين شبابها يعني عقول فعلا تقدر انها تبقى في ابداعات، ومع مشروعات زي دي ومعارض زي دي تتبنى الافكار زي دي، بالتاكيد يعني هيكون في تنفيذ على ارض الواقع. وزي ما احنا شايفين نروح دلوقتي لفقرتنا والتمارين اللي بيكون معانا كل يوم مع كابتن يوم سعيد. النهارده معانا كابتن اسلام، نشوف هيقدم لنا ايه النهارده ونرجع لكم مره ثانيه. صباح الخير مشاهدين قناة المحور، برنامج يوم سعيد، معاكم كوتش اسلام علي من وورلي جيم دري سكوير. احنا عندنا اكتر من 44 تكنيكال، عندنا سوبر سيت، عندنا دروب سيت، عندنا جاينت سيت. النهارده هنشرح السوبر سيت. السوبر سيت له اكتر من شكل. النهارده هنتكلم على الاجونست والانتاجونست او العضله والعضله المقابله. المين جول عندنا ان احنا ما يبقاش في فتره بريك ما بين العضله والعضله الثانيه. هنستارت مع بعض بالورم اب. هنسخن الاول 3 sets 10 repetitions. نبدأ تسخين بالرو علشان هو خفيف على الجوينت مش تقيل. سويتش، هنبدأ على طول البايسبس. ستارت بوزيشن واحنا قافلين ايدينا، نفتح فوق خلصنا الورم اب. هنبدا التمرين بتاعنا بنفس السيكونس، هنبدا ترايسبس معها بايسبس ومفيش في النص بريك خالص. نستارت مع بعض التمرين.
نعملش لوك ديزاين. خلص بتخش على طول على البايسبس. ظهرنا مفرود، بنظبط النفس بتاعنا. تاني راوند هنعملها مع بعض، هنعمل تراي اكستنشن. هنعمل بايسبس. الفكرة كلها في العضلة والعضلة المقابلة. ركز على التيمبو في نص التمرين، منزلش بسرعة قوي، نعمل لود أكتر على العضلة. كده يبقى انتهت فقرتنا النهارده، انتظرونا الحلقه الجايه في برنامج يوم سعيد. لعبنا رياضه وحرقنا سعرات حراريه، نروح بقى نجيب سعرات. نرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا بعدها. صباح الخير، معاكم شيف شيرين، برحب بيكم من برنامج يوم سعيد. وجبة الفطار النهاردة هتبقى سهلة جدا وبسيطة، وبنسبة كبيرة كل المقادير هتبقى عندكم في البيت. خلينا نتكلم في المكونات. عندي تركي مدخن، جبنة شيدر وجبنة شيدر حمراء، وفي الخضار عندنا زيتون وطماطم وخس ومايونيز. ممكن برضو نخلي فيه شوية شيبس كده على جنب عشان يبقى الوجبة لذيذة. خلينا نبدأ في الطريقة. عندي التوست بقسمها لتلاتة، تمام، وهبدأ الأول أحط أو سبريد الصوص بتاعنا، أيا كان مايونيز هاني ماسترد أي حاجة. ببدأ كده أحط في اتنين بس مثلا، اسبريدت كده بسيطه. ما بحبش احط اصلا صوص كتير عشان مش بيبقى حلو قوي، يعني برده بيبقى طعمه مش احسن حاجه قوي. بعد كده بحط الجبن، عندي لو عندي جبنه شيدر، عندي جبنه شيدر حمراء وتركي مدخن. بحاول بقى احطهم في الثلاثه ايه يكونوا زي بعض شويه. ممكن احط في الخضار طماطم وزيتون، اي خضار عندكم يعني، ما تقدروش نفسكم الخضار اللي موجود استخدموه عادي. ممكن طماطم هنا برضو، تمام. الخس برضو لذيذ قوي، نحط خس كده، قطعة خس بسيطة موجودة في كل الساندوتشز. والعيش ممكن تحطوا براون توست، ممكن تحطوا اي حاجة عادي جدا. بعد كده نبدأ نحطهم على بعض الطريقة ديت، تمام. في ناس بتحب تقطعه، في ناس بتحب تاكله كده، بس انا بصراحه بحب اقطعه عشان يبقى ايه لذيذ كده وتعرفوا تاكلوه على طول كده. تقطعوه زي النص. كمان لو عندكم مثلا صحابكم او حاجه تقدموه بطريقه لذيذه، ممكن نحط الستاك كده عشان يبقى شكل الساندوتش لذيذ. ونبدا نحطه على طول في الطبق بتاعنا اللي احنا هنقدم بيه، يبقى كده. حط برضو زيتون جنبها او حتى اي مخلل عندكو، اي خضار، خيار، طماطم، خس، اي حاجة موجودة. وكده يكون خلصنا فطار سريع
ومختلف ولذيذ، ونحط كمان جنبها الشبس بيبقى لذيذ قوي. وبكده نكون خلصنا، شكرا. وهتلاقوا الريكومنديشن بتاع الغداء موجود على الشاشة. شكرا جدا. لسه معاكم في يوم سعيد، ودايما بنتكلم عن الحاضنات التكنولوجية وحاضنات الأعمال اللي من خلالها بيكون في يعني نقدر نقول دعم للمشروعات، وتحديدا رواد الأعمال، علشان يكون في دعم ليهم بأشكال مختلفة، ودعمهم خاصة لما بيكون المشروعات لسه مبتدئة في مراحل التطوير المبكر للشركات الخاصة بالشباب أو القائمين على مشروع أيا كان، يعني مثلا سواء بالنسبة أنه بيديله مساحة، بيديله مكان للعمل، بيديله مرافق مشتركة، مجموعة من الخدمات بالنسبة لدعم الأعمال دي. حزمة الدعم مثلا بيكون منها جهات مختلفة بتقدم الدعم اللي بنتكلم عنه، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعشان كده بنتكلم هنا عن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في الهيئة. برنامج حاضنات هو برنامج متكامل علشان يساعد رواد الأعمال إن هم يحولوا خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم أو أفكارهم أو خدماتهم لأعمال ناجحة على أرض الواقع، وفعلا يكون مشروع. الدعم ده بيكون في توجيه مساحات مكتبية بأسعار في المتناول، رأس المال مبدئي بحيث إن هو يقدر يقدم نفسه ويبدأ مشروعه ويتوسع بعد كده. عشان كده بنقول إن الحاضنات التكنولوجية هي يعني أداة ممكن من خلالها تحفز استراتيجية بتعزز التنمية الاقتصادية اللي بتشغل عليها الدولة، بالفعل بتقدر انها تغير امور كتير، وزي ما بيقولوا كده تغير العالم فعلا من حولنا. المزايا بالنسبة للحاضنات هي انها بتوفر فرص عمل كتير، بتسخر التكنولوجيا في رفع وتحسين مستوى المعيشة لانها آلية للمشاريع الجديدة والمشتركة وريادة الاعمال التكنولوجية، وده اللي دايما بيكون فيه تشجيع بخصوصه مشروعات ريادة الاعمال، لان المشروعات فعلا من اللي بيتم احتضانها كتير منها حقق نجاح، زي تطبيق هنتكلم عنه النهاردة وهو سالك. تطبيق سالك للنقل التشاركي بيستهدف محافظات الوجه القبلي تحديدا، ده في بداية عمله، وبالتأكيد هيكون بقى في أفكار جديدة وهيكون في مخططات للتوسع. هنتعرف على كل التفاصيل الخاصة بسالك كتطبيق وتوسعاته ومستقبله أو مستقبله مع صاحب التطبيق والقائم عليه الأستاذ محمد الخزاني المسؤول عن تطبيق سالك. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضراتكم، وفرصة سعيدة وأهلا بالسادة المشاهدين، وإن شاء الله يكون يومكم سعيد بإذن الله. يعني في البداية كده قول لنا، هو التطبيق تطبيق سالك بدأ من إمتى وتفاصيل رحلته، وكان الطريق سالك ولا كان في مطبات؟ طيب في البداية هو فكرة أبليكيشن سالك جات لنا في الأول أنا وشريكي أسامة نجيب، ما قدرش يكون موجود معايا النهاردة، لما كان أسامة موجود في محافظة في مدينة أصوات الجديدة، وبحكم ان هي طبيعة مدينة جديدة ما فيهاش وسائل مواصلات، فكان موجود بيأدي احد المصالح، فكان خارج من البنك فكلمني بحكم معرفتي بالمدينة دي، فقال لي انا محتاج مواصلة ارجع بيها اسيوط المحافظة، فقلت له ما فيش، فقال لي طب تاكسي، قلت له ما فيش، طب اطلب عربية خاصة شركة كذا، قلت له للأسف ما فيش عندنا. فجت لنا الفكرة من هنا، لقينا ان السوق فيه احتياج كبير جدا عندنا في أسيوط، وكمان بنتكلم على الصعيد عموما بحكم ان احنا موجودين في الصعيد ومنكفر أسيوط زي ما بيقولوا اهل مكة ادرى بشعابها، فلقينا ان فيه احتياج كبير جدا عندنا لوسائل المواصلات. مفيش حد يوميا ما بيستخدمش وسائل المواصلات مرة واثنين وثلاثة وأربعة سواء بيروح مدرسة. بس طبيعة الحياة في الصعيد، وصحح لنا بقى النظرة دي يعني إن كانت سليمة أو لا، طبيعة الحياة وطبيعة الثقافة العامة برضو تقبل الوسائل التنقل التشاركية دي ممكن تكون كانت صعبة شوية، ده مطب من المطبات اللي قابلتوها ولا لا؟ هو هنا لما نيجي نبص على الفاليو اللي بتقدمها شركة سالك، فهي بتسد احتياج للناس.
حضرتك لك أن تتخيلي أن محافظة أسيوط فيها جامعة أسيوط وفي جامعة الأزهر، مستشفيات الجامعية فيها كمية مصالح حكومية حدث ولا حرج، فالناس دي كل يوم بتواجه مشاكل عشان تلاقي وسائل مواصلات سواء في حركة تاكسي. في حركة كبيرة جدا، بيزور المحافظة يوميا أكتر من 500,000 مستخدم، ففي احتياج كبير جدا لوسيلة مواصلات بديلة تقدر توفر للناس الحد الأدنى إن هم يوصلوا في ميعاد كويس ما يتأخروش، وتقدر توفر لهم سعر مناسب يقدروا يشتغلوا بيه، وتقدر توفر لهم نوع من أنواع الأمان ويوصلها عند الحاجة بالضبط في أي وقت، ما يستناش ميعاد معين 24 hour. فبالتالي كان النقطة اللي عندنا اللي احنا سببت لنا قيمة كبيرة في السوق ان احنا سدينا حاجة كبيرة للناس. الناس يوميا على السوشيال ميديا عندنا بتشتكي، يعني الناس كانت متعطشة للفكرة، ما عندهاش تحفظات، ما عندهاش افكار مسبقة، فالامر مشي الحمد لله سالك. طبعا الحمد لله، يعني كمان بحكم ان مجموعة كبيرة من الناس بتاعت اسيوط موجودة في القاهرة وموجودة في اسكندرية بحكم الاعمال، فبالتالي هي بتستخدم اكتر من ابليكيشن موجودين في برا اسيوط، فبالتالي النقطة دي لما كانت موجودة في الصعيد فهي كانت نقطة انطلاقة كبيرة. الناس تقبلتها بصورة كبيرة، بدأنا ساعتها نعمل الابليكيشن. عرفوكوا ازاي في البداية؟ يعني عرفتوا الجمهور عليكوا ازاي؟ عرفنا الجمهور علينا ازاي؟ احنا في البداية عملنا نموذج اولي من التطبيق بحكم ان احنا شركة ناشئة او لو بادجت، عملنا فكرة صغيرة من الابليكيشن، وكان يهمنا ان احنا نبدأ ننزله السوق ونتعرف عليه. بدأنا ساعتها بنسخة أندرويد، وأنا أتذكر إن أول يوم جينا نجرب فيه الأبليكيشن كان بالسكوتر بتاعي، وكان شريكي أسامة موجود معايا، وإحنا لسه بنتست على الأبليكيشن، كان هو في الكنترول روم وأنا كنت بالسكوتر، كان معايا رحلة، ولقينا فيه يافطة كبيرة كده أهلا وسهلا بالتطبيق كذا موجود في أسيوط، تطبيق منافس لي. ده أول يوم إحنا بنجرب الأبليكيشن اللي هو يعني منافس دخلكم ما كانش موجود أصلا. أول يوم احنا بنتست الابليكيشن، فكان اول يوم، انا اتذكر ساعتها كان اول يوم رمضان سنة 2023، فكان عندنا تحدي، احنا محتاجين ننافس، احنا بادئين واحنا عارفين ان مفيش منافس، احنا محتاجين ننافس عملاق من عمالقة السوق. ففكرنا ساعتها بسرعة ازاي نتغلب على المشكلة دي، لقينا ان الشركة المنافسة بالنسبة لنا بتقدم نوع واحد من خدمات المواصلات، الا هي العربيات الفي اي بي، العربيات المكيفة. جينا احنا قدمنا في البداية اربع انواع، بداية من السكوتر، العربية الاقتصادية، العربية الفي اي بي، العربية الفان اللي هي السبع راكب، والميكروباص بتاخد أسرة على بعضها. بالضبط، بتاخد أسرة وبتكون موجودة في الرحلات، بتاخد الموظفين كمان. لان احنا بدأنا نشتغل على تو موديل عندنا، الموديل الاول هو البي تو سي والبي تو بي. البي تو سي حضرتك تقدري دلوقتي تفتحي الابلكيشن سواء على اندرويد او على اي او اس، تنزل التطبيق وتطلبي اي نوع من انواع المواصلات دي، والكابتن هتقدري تعرفي الكابتن موجود على مساحه قد ايه، هيجي لك اي كابتن، تقدري تعرفي تكلفه الرحله حتى قبل ما تطلبيها. بالاضافه للجانب التاني احنا بنشتغل عليه اللي هو البي تو بي، بنشتغل مع هيئات كبيره، بنشتغل مع شركات، بنشتغل مع بعض البنوك الكبيرة، فبنقدر نوصل الموظفين بتوعهم. بيكون اتفاق مسبق، بيكون اتفاق مسبق بيننا وبينهم ان احنا هنوصل لكم الموظفين، فبيتجمع 10 موظفين 15 موظف يوميا، بنوفر لهم الوسيلة المناسبة، اذا كان عربية فان لو 7، اذا كان ميكروباص لو 14 راكب، لو حاجة اكبر من كده بنوفر لهم ميني باص. عندنا الحمد لله دلوقتي 9 انواع بنقدر نقدمهم من وسائل النقل، بداية من السكوتر نهاية كده. حضراتكم يعني يعتبر واعتقد اوسع من بعض الشركات الرائدة، ده اللي احنا حاولنا نشتغل عليه عشان يكون لنا ميزة تنافسية موجودين في السوق. والحمد لله مقسمين الشرايح بتاعت العملاء بتاعتنا، ومعنا فريق عمل قوي جدا جدا جدا. بدأتوا 2 دلوقتي، انتوا قد ايه؟ امتى قررتوا انكوا تروحوا لتيك ولوزارة الاتصالات علشان محتاجين دعم ما، وكان ايه الدعم؟ طيب بدأنا 2 انا واسامة، ومن ثم بدأنا نوسع فريق العمل لغاية ما وصلنا في اللحظة الحالية لحوالي 25 موظف، دول موجودين سواء فول تايم أو بار تايم. بالإضافة أن احنا دلوقتي عندنا ما شاء الله أكتر من 750 كابتن موجودين في الشارع على الأرض بيقدروا ينفذوا الرحلات في أسيوط بس. وإحنا بننفذ رحلات سواء من أسيوط لبر أسيوط، يعني لو حضرتك موجودة في القاهرة ممكن نجيبك، حضرتك موجوده في اسكندريه ممكن نوديك، حضرتك رايحه شرم الشيخ من اسيوط ممكن نوديك، مش بنكفر يعني المحافظه. هو مش بيتعمل داخليا من جوه اسيوط بس؟ لا،
خارجي خارجيا. حضرتك جاي اسيوط هجيبك، حضرتك خارج سوهاج هوديك، ما عنديش اي مشكله. انتوا وفرتوا فرص عمل واديتوا الاحتياج اللي الناس عايزاه، انتوا كنتوا محتاجين ايه علشان تروحوا الخطوه ثانيه وطلبتوها من تيك؟ طيب احنا تيك كان حجر الزاويه في مشروعنا، بدايه ان احنا دخلنا معاهم قدمنا في الحاضنه وكانت منافسه شرسه وشريفه للامانه مع شركات كتيره جدا، اكتر من سيشن واكتر من تيست عملناه واكتر من انترفيو وبنقدم ورق لغايه ما بتقدم يعني شركات تانية ممثله لحضراتكم بتقدموا نفس الخدمه ولا بتقدم خدمات تكنولوجيه افكار مختلفه وايا كان نوع الافكار اللي بتقدمها بتدخل تنافس عشان يشوفوا مين الشركه اللي تستحق ان هي تحصل على الدعم المادي والدعم المعنوي وتكون موجوده في الحاضنه. ممتاز. ربنا اكرمنا ودخلنا بدايه من شهر 7 دخلنا تيك، وفروا لنا اول حاجه وفروا لنا مكان نقدر نمارس فيه كل اعمالنا، التيم كله موجود عندي في تيك بالاضافه للاجهزه بالاضافه لكل الخدمات الانترنت الكهرباء الميه السكيورتي بالاضافه لقاعات الاجتماعات وفي مكان مميز يعني مش اي مكان، عندنا في جامعه اسيوط وعندنا جامعه اسيوط ليها اعتزاز خاص عند الناس، كمان زودت من البراند بتاعنا، حضرتك متخيل شركه ناشئه مقرك فين؟ فانا مقري في شقه في عماره، لا انا مقري في جامعه اسيوط في مركز حاضنه الاعمال في تيك تبع وزاره الاتصالات، فده زود الفاليو بتاعنا بطريقه كبيره جدا وسهل علينا ان احنا ندخل الشركات ونتعاقد معاها وسهل للناس تسمع عننا، بالاضافه طبعا للدعم المادي اللي انقذنا للامانه، يعني ان هو احنا شركه ناشئه واكيد صرفنا كل الارقام اللي موجوده معانا، وفروا لنا دعم مالي حوالي 180 الف جنيه بالاضافه للمنتورز اللي موجودين معانا من دي 1 حتى هذه اللحظه، الكوتشز اللي موجوده هناك اللي موجودين بصوره دايمه اذا كان دكتور احمد ضاحية والاستاذ محمد هاني موجودين معانا بصوره يوميه، هما بيتابعوا معانا الاعمال بصوره يوميه وبيوجهونا في كل المجالات اللي احنا محتاجينها. ايه اللي بيحتاجه رائد الاعمال من بدايه المشروع لمرحله انه عايز يكبر مشروعه؟ اللي بيحتاجه رائد الاعمال من بدايه المشروع اول حاجه طبعا هو يتوكل على ربنا ويعمل اناليسز كويس لنفسه قبل مشروعه. انا محتاج اعرف ايه نقاط القوه ونقاط الضعف اللي عندي عشان اشوف انا هقدر اتحكم في مشروعي ولا لا، انا بحب اداره المشاريع ولا لا، انا لما همسك مشروع هنجح ولا لا، دي في البدايه. بعد كده بشوف الفرص اللي موجوده بالنسبه له في السوق، الفرص سواء فرص مالية أو فرص توسع أو فرص انتشار، وبيبدأ يعمل الماب بتاعته أو الخطة بتاعته، إن هي لازم يكون الهدف سمارت يقدر يحدده يقدر يقيسه طول الوقت عشان يشوف هو اتقدم إزاي، يقدر يعرف الخطوة اللي جاية بالنسبة له إيه، يعمل خطة عمل كاملة يقدر يشتغل عليها. والحمد لله احنا مثلا في أسيوط عندنا اكتر من مكان بيوفرونا الدعم ده، على رأسهم طبعا حضرة الاعمال تيك، على رأسهم مثلا في الفترة الحالية في اكتر من مكان بيدي الدعم ده سواء دعم مادي او دعم معنوي، بالإضافة ان احنا موجودين عندنا في أسيوط شريحة كبيرة جدا جدا من العمل احنا نقدر نشتغل عليهم، كمية افكار كمية شباب خريجين الجامعات. لما اخدتوا الدعم المادي ده حمسكوا اكتر انكم مش بس تكونوا موجودين بقى بتوفروا فرص عمل بتتيحوا للشباب اللي معاه عربية او ميكروباص او فان او ايا كانت الوسيلة انه ينضم لتطبيق سالك في المحافظات المجاورة في الصعيد؟ هو احنا الفترة الحالية بيجينا طلبات كتير جدا خاصة من أقرب محافظتين لينا، محافظة سوهاج ومحافظة المنيا، ولكن احنا مركزين في الفترة الحالية ان احنا الموديل نفسه في أسيوط يكون متكامل عشان لما أكبيره في محافظة تانية كل الباجز اللي موجودة عندي في أسيوط ما تتكررش، تنقل التجربة بالشكل المثالي بالمحافظات بقى بقلل كل المشكلات، بكون عندي زي موديل بقدر اشتغل عليه، مش حابين نشتغل بالاداره المركزيه لان الكنترول روم كبيره جدا جدا، بدايه من التراكنج اللي بيحصل للكباتن، بدايه من خدمه السي ار ام اللي بنقدمها سواء للكباتن بتاعنا او للشركات بتاعنا. انا عندي فضول يا فندم حضرتك بقى في قلب الموضوع تبقى يعني توضح لنا المنظومه بتحصل ازاي، بدايه لما بطلب انا اعمل ريكويست لحد ما الشريك او الكابتن
بيستجيب ليا بس هنشوف الموضوع ده بعدين. بس ده جزء اصيل ليه؟ لان برضه ممكن يبقى في حد بيشوفنا دلوقتي يفكر يعمل مشروع وتبقى منافسين لسالك وللشركات الثانيه. يا اهلا بالمعارك. طيب هنا القصه ان احنا الكنترول روم عندنا احنا بيكون عندنا الداتا بيس بتاعه كل التفاصيل اللي موجوده بينفذها سواء الكابتن او العميل. بيبقى عندنا شاشه فيها تراكنج لكل العمليات، بدايه لما العميل يكون اونلاين على الابلكيشن، فانا بشوف ان العميل ده في احتياج ان هو يكون موجود لي كباتن. يعني انا لو شفت ان انا في منطقه ما، منطقه اكس موجود فيها تقريبا 50 عميل اونلاين، فانا ببدا لو في عجز في الكباتن في المنطقه دي ببدا اوجههم عن طريق التيم ليدر بتاع الكباتن ان هم يروحوا للمنطقه دي، لان العميل ده هيطلب دلوقتي او بيشوف الكباتن اللي موجودين في الاريا بتاعته عشان يطلب بعدين او بيحدد سعر الرحله. بلس اول ما العميل بيطلب الابلكيشن اوتوماتيك بيعمل عمليه الحسابات الخاصه بيه، بيقدر يعرف اقرب كابتن هيكون موجود عنده خلال وقت قد ايه، وبيبلغ العميل، بيحسب تكلفه الرحله بناء على المسافه. بنشتغل بالخرائط العالميه بتاعه الشركه كبيره طبعا كلنا عارفينها، يعني بنشتغل بالخرائط بتاعتها، بيحسب المسافه، بيحسب الوقت، لو في طريق في مشكله بيوجه الكابتن لطريق تاني مباشره، ومن ثم الكابتن عندنا بتجيله الرحله. تطبيق بالعربي ولا باللغه تانيه؟ عربي وانجليزي. عربي وانجليزي. سهل ان كبار السن يتعاملوا معاه؟ لان احنا شفنا في تطبيقات تانية كبار السن غالبا ولادهم اللي بيطلبوا لهم او جارهم اللي يعني في الاغلب ما بيعرفوش قوي يتعاملوا مع التطبيقات. سهل ان كبار السن يتعاملوا معاه؟ هو احنا كان يهمنا الكاستمر اكسبيرينس ان احنا نشوف ازاي العميل بيستخدم الابلكيشن. في البدايه احنا جبنا اكتر من 20 نوع عميل من ضمنهم الفئه اللي حضرتك بتذكريها واديناهم التطبيق، حضرتك تشوف هتقدر تستخدمه ازاي. فكل النقط اللي كانت بتوقف العملاء بفضل اللي احنا حليناها، احنا خدنا وقت كبير جدا. الابلكيشن احنا فكرته بدات ان احنا في 2021 جات لنا الفكره، بدانا نشتغل عليها لمده تقريبا 16 شهر. فكل التفاصيل دي احنا كنا شايفين ان هي ممكن تحصل في السوق، فكنا حابين لما نخرج والمشكلات اللي واجهت العملاء في شركات تانية ما تكونش موجوده عندنا قدر المستطاع. دي نقطه من النقط الاساسيه اللي احنا اشتغلنا عليها. جبنا العملاء وقعدناهم قدامنا، اتفضل الابلكيشن سواء اندرويد او اي او اس وجرب شوف هتستخدمه ازاي. احنا بنشوف لايف مع بعض. طب النقطه دي، طيب انت حضرتك محتاج انك ممكن تطلب بالفويس، فضفنا الجزء بتاع ان الاكسس بتاع الميكروفون، حضرتك لو في مشكله معاك ممكن تكلم خدمه العملاء فهم يشرحوا لك تستخدم ازاي. بالاضافه ان احنا طول الوقت بننزل على صفحتنا سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك ازاي نقدر نستخدم الابلكيشن في فيديوهات توعويه للناس. الكباتن اختيارهم بيكون يعني بمعايير شكلها عامل ازاي، خاصه ان انتوا عندكم اكتر من وسيله يعني مش بس عربيات؟ الكباتن اولا احنا بنطبق المعايير العالميه المتعارف عليها الخاصه بالابلكيشنز، بدايه الكابتن لازم يكون السن القانوني بتاعه اكتر من 18 سنه، بلس ان هو يكون معاه رخصه قياده ساريه ورخصة المركبة تكون سارية والمركبة مطابقة للمواصفات، بالإضافة لصحيفة الحالة الجنائية اللي بنجددها كل 3 شهور، مش بس احنا بناخدها أول مرة لما الكابتن يجي، لا احنا كل 3 شهور لازم نجددها بالظبط، بالإضافة لتحليل المواد المخدرة. كل التفاصيل دي بتبقى موجودة عندنا في الابليكيشن وبتجدد باستمرار. عندنا القسم بتاع الدعم الفني الخاص بالكباتن بيجددها باستمرار، لأن النقطة عندنا بتاعة السيف أو الأمان مهمة جدا 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 جدا، ودي اللي زودت الشرايح عندنا. يعني احنا من اكتر الناس اللي بتستخدم عندنا العربيات الملاكي. كم مستخدم لحد دلوقتي؟ عندنا دلوقتي اكتر من 50,000 عمليه داونلود سواء على الاندرويد او على الاي او اس. الجزء الاكبر من الشباب. مستهدفين الصعيد فقط ولا عايزين تنافسوا بقى الشركات الكبرى؟ والله احنا متارجتين لغايه 2027 نكفر الست محافظات بتوع الصعيد، لغايه ما يبقى معانا شريحه عملاء كبيره ويبقى معانا دعم مادي كويس نقدر ننزل بيه القاهره وتبدا مسابقات بقى ودخول في حاجات كتيره كده وحضانات ان شاء الله تتوفقوا. الاستاذ محمد الخزيمي المسؤول عن التطبيق سالك، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا لحضراتكم. احنا لسه مكملين معاكم بعد الفاصل، يوم سعيد، استنونا.
في بداية الحلقة اتكلمنا مع حضراتكم على الحرف اليدوية والمعرض الأسر المصرية الموجود في مدينة العلمين. دلوقتي هنتكلم عن نوع من هذه الحرف، ويمكن كتير مننا ما يعرفش تفاصيله أو مش مشهور ما بيننا وما بين بعضينا، لأنه ليه الناس اللي بتحبه، الناس اللي بتستخدمه دلوقتي في نوافذ، في بنى تصميم معماري معين، في تفاصيل هنتكلم فيها مع ضيفنا ونعرف أكتر عن فن الزجاج المعشق، إزاي بدأ تاريخه الممتد يمكن لأكتر من 1000 سنة، واللي هنتكلم في الصناعة دي كفن وكنوع من أنواع الحرف المميزة، إزاي اتطورت من بعد ما كانت بتستخدم آلات بالإيد، دلوقتي طبعا مع التكنولوجيا أكيد بقى في دقة أكتر، في شكل من الأجهزة اللي ممكن تكون بتساعد الزجاج الملون ده، ليه طبعا يعني أشكال كتيرة وأعمال متنوعة على مدار التاريخ زي ما اتكلمنا، وبالتأكيد لعشائه اللي بيشوفوه جزء مهم جدا في استخدامات معينة، لكن كان زمان مشهور انه موجود في القصور، في المباني الدينية، في يعني انواع معينة من المعمار، لكن دلوقتي تشوفه كده نادرا، ممكن وانت ماشي تلاقي عمارة او يعني مبنى سكني مكون من دورين او 3 ادوار هو المستخدم هذا النوع من الزجاج المعشق. احنا ضيفنا اللي مشرفنا النهارده استاذ شريف بدر الدين، مصمم زجاج معشق، هنتكلم معاه في تفاصيل كتير جدا ويعرفنا عن هذا النوع من الفنون. اهلا بحضرتك ويوم حضرتك سعيد. اهلا بحضرتكم سادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني زي ما علا بتتكلم كده ان الموضوع يعني أصبح مش شائع زي ما كان ممكن يكون موجود في فترة زمنية معينة، ولكن علشان نبسط الأمور أكتر، الحرفية نفسها والإزاز المعشق أو الزجاج المعشق، حضرتك تشرح لنا هو أصلا بيبقى قائم إزاي على تصميمه، بحيث إن احنا نوصل للنموذج اللي بنبقى شايفينه بداية من قطعة الإزاز نفسها. هو الإزاز المعشق قائم بنفسه، إن أنا دلوقتي بيجي المهندس الديكور بينفذ المكان، بيحب ان انا اساعده بان انا بنفذ في باب او في واجهه كامله للفيلا، ان انا عايز انفذ ازاز معشق، فبيطلب مني ان انا اوضع تصميم له، فببتدي ان انا اديله مجموعه مقترحات بحيث ان هو يقدر يختار منها. ففي ازاز معشق بالنحاس، في ازاز معشق بالقطع كريستال، فببتدي بعرض عليه ان دوت ممكن يبقى مناسب اكتر او دوت يبقى مناسب اكتر، فهو بيختار ما بينهم. فبنبتدي على هذا الاساس ان انا اعمل له تصميم، وابتدي ان انا اكون الازاز التصميم. ده جامد كده، يعني ما يتكسرش بسهوله، نوع مختلف عن انواع الزجاج الاخر اللي ممكن نكون بنستخدمه. هو مختلف، بس هو بيبقى فيه متانه، لان هو بيبقى عباره عن قطع ازاز بتتقطع مع بعضها وتتجمع عن طريق قطع الرصاص، فبيبقى فيه نوع من ان هو بيبقى الاستابيليتي بتاعته ان هو يبقى مقاوم للاحتكاك، نتيجة كمان ان انا بحط له ازاز حماية من في الظهر بتاعه، فبيبقى ان انا بيبقى مقاوم ان هو للصدمات وبيبقى قوي. حضرتك اتعلمت الحرفة دي او المهنة دي من امتى وليه؟ هل متوارثها يعني ابا عن جد ولا؟ لا، هو نتاج الدراسة ان انا كنت متخرج من كلية التربية، وكان تخصصي زجاج معشق الزخرفة والاعلان، فانا نتيجه حبي للرسم فبدات ان انا اطور من خلال التصميم، وان انا احاول ان انا انفذ فيها، فبقيت اقرا عنها اكتر واشتري الخامات بتاعتها وابتدي ان انا انفذها. بدات بمساحات قد ايه يا فندم؟ لان حضرتك بتتكلم مثلا عن حاجه بتستخدم في فيلا بعض الامور. تمام. اكيد حاجه شبه كده مش هتكون زي ما يكون حجم ابسط. حضرتك بدات ازاي والاحجام اللي اشتغلت عليها في البدايه؟ هو انا في البدايه بدات ان انا اعمل اباجورات، حاجات صغيره بتتطلب بوحدات اضاءه وانفذها، بحيث ان هي تركب في مطبخ او تركب في ليفينج وانفذها، وبعد كده بدات في نوافذ صغيره، بحيث ان انا بعمل شباك صغير، لغايه بعد ما انا احترفت الموضوع اكتر فبدات انفذ واجهات كبيره. وساعات بيطلب مني ان انا ممكن انفذ واجهه كامله، من بدل ما يبقى الواجهه بتاعت على حمام السباحه مثلا في فيلا، ممكن ما يبقاش فيه مباني وبيبقى كله معمول كراكاس حديد وانا بنفذ فيه الازاز المعشق. طيب يعني دي ده هنا فيلا في التجمع انا منفذ فيها الازاز المعشق على السلم الداخلي كده. على السلم الداخلي بتاع واجهه الفيلا. ايه نوعيه الالوان اللي حضرتك بتستخدمها؟ ودي بقى كل يعني جزء من الشباك معمول منفصل لوحده ولا ايه؟ والادوات اختلفت عن زمان
ولا هي الادوات اختلفت؟ لان قطاع الرصاص الاول كان بيبقى معمول بحيث ان هو بيتصب على الازاز، انما دلوقتي بيبقى فيه قطاع رصاص وانا بدخل انا بعشق فيه قطعه الازاز. في نفس الوقت نوعية الإزاز اللي بقت بتستخدم دلوقتي هو لون الإزاز لونه أحمر أو أخضر أو أصفر، وأنا بقطعه وبجمعه بحسب وحدة مثلا زي طار البغبغان دوت، بقطع كل قطعة ريش فيه بدرجة لون معينة وأجمعها مع بعضها. يعني مش زي ما ممكن يخطر على بال البعض وهو شايف الصوره دلوقتي ان دي رسومات ومتلونه على الازاز. ده غير الرسم على الازاز. ده غير الرسم على الازاز، هو محاكاه للازاز المعشق بس بتكلفه اقل. لكن مثلا والدرابيلتي بتاعته مش عاليه. كل لون فيه هو قطعه زجاج مختلف عن التاني. يعني الاحمر بيبقى قطعه، دي قطعه مستقله، هنا ده جامع. ده شبه كده الفسيفساء شويه يعني صح كده؟ بس يعني هو الفسيفساء شبيه طبعا يعني حاجه تانية. بس ده هنا قبه مسجد ده منفذها بالازاز المعشق. يعني كل قطعه من دي بتتعمل لوحدها وبعدين حضرتك بتلحمها بال ببتدي اجمعها مع بعضها بقطع الرصاص والحمهم مع بعض بالازدير. طب بتتقطع ازاي يا فندم؟ يعني احنا شايفين حاجات رفيعه جدا، قطع صغيره جدا. ده بيبقى في المازه مخصوصه للازاز المعشق، ببتدي ان انا اقطع بيها الوحدات حسب الباترون اللي انا بعمله، لان انا بعمل باترون وبرقمه بحيث ان كل قطعه بيبقى لها رقم زي اللي بنشوفها كده. هم بيقطعوا لوح الازاز بتعمل كده صوت كده، بتعمل صوت وانا بقطع كده. بس دي يدويه بقى ولا دي يدويه؟ يعني طب ايه الاجهزه او ايه الالات اللي حضرتك بتستخدمها واتطورت وبقى مثلا فيها مكن دلوقتي؟ هو مفيش غير جهاز واحد بس هو اللي اصبح موجود في المعشق، ان في جهاز اسمه الجليندر بيبقى وظيفته ان هو بياكل الحواف بتاعه الازاز وينعمها بحيث يديني فرصه ان انا اقدر ان انا اتعامل معاه من غير ما يجرح ايدينا. دوت الجهاز الوحيد المتطور، انما باقي العمليه كلها بتبقى عمليه هاند ميد كامله ابتداء من التصنيع لغايه التركيب. ممكن استخدمه جوه المكان؟ يعني هو اللي حضرتك وريته لنا ده قبه مسجد، اللي قبلها نوافذ لفيلا، وده الاشكال اللي بنشوفها. هل في الديكور الداخلي ممكن استخدام الزجاج المعشق؟ طبعا ممكن، يعني في بعض الاحيان ببقى انا منفذه في ابواب داخل شقق او داخل اماكن صغيره بحيث ان انا اوظف المكان بحيث يبقى شكل جمالي يتناسب مع المكان اللي يتنفذ فيه. هل بيكون في حاجه يا فندم يعني مثلا طبقه شفافه بتتحط عليه او حاجه بحيث انها تحميه، مش تحميه من الكسر يعني، اقصد تحميه من ممكن اتربه او غيره؟ هو ممكن بنحط له ازاز شفاف، سكوريت شفاف من خارج المكان ومن داخل المكان بحيث يبقى تنظيفه اسهل نتيجه النتوءات والبروزات اللي بتبقى موجوده فيه. طب حضرتك توضح لنا دي مثلا مثال زي ده اول ما بيجي حضرتك هتنفذه، بدايه من التنفيذ بتبدا مثلا ايه؟ بترسم على اللوحه؟ ببتدي ان انا اعمل باترون على الورق وبرسم التصميم كامل بحيث ان بيبقى فيه شاسيه حديد هيركب فيه الشغل دوت، اللي هو القطاع اللي لونه اسود بالطول وبالعرض دوت، والباقي دوت برسمه على باترون ورق، وابتدي ان انا بحدد الالوان بتاعتي، ان دوت الجزء بتاع الشجره هيبقى لونه اخضر، الجزء الطائر لونه ابيض، الغزلان مثلا هحدد الارقام بتاعتها، كذلك الجدول المايه اللي موجود فيه، وببتدي ان انا ارسمه كامله، وبعد كده بنبتدي نقطعه. بعد مرحله التقطيع بيبتدي ان انا بشطف الحواف بتاعته بحيث ان انا اخليه متساوي عشان يقدر ينفع يركب في الرصاص. بعد كده ببتدي ان انا اجمعه على الشكل بتاعه على الباترون، وابتدي ان انا الحمه بالازدير من الظهر ومن الوش بتاعه. بعد كده بعمل له عمليه طلا، بنزله حوض بحيث ان هو يتحول لشكل كانه حاجه قديمه، بان انا بديله اللون الاسود او اللون النحاسي بحيث يبان كانه حاجه كلاسيك اكتر. هو المربعات الصغيره اللي قدام حضرتك دي هي الالوان اللي حضرتك بتستخدمها؟ دي بعض الوان الازاز، لان هو في الوان كتيره مختلف الالوان كلها متاحه فيه. بس بيبقى الشيت بتاعه 60 في 60، وحضرتك بتقطعها بقى المقاس اللي انت عايزه علشان بقطعها حسب الباترون اللي انا هنفذه. حضرتك تشرحها لنا بقى مثلا على القطعه يعني اللي جنبك. دي زي القطعه ديت، دي وحده بتاعت شراعه هتركب في باب، فاحنا لسه بننفذها، فبتبقى القطعه دي متقطعه لوحدها والقطعه دي لوحدها. ده ازاز جوفريه، ده قطعه كريستال ابيض، ده كريستال ازرق، ده ازاز ازرق ساده بحيث ان انا ده بعمله كاكنار في الوحده اللي انا هركبها. وباجي بقوم مقطع كل قطعه لوحدها من الازاز دوت على الباترون بتاعه بما يتناسب مع المساحه اللي موجوده عندي. بعد شفت ارقام، فالارقام ديت هي الارقام بتاعت الباترون معموله كساعه.
لا هي ان احنا بنرقمه بمجرد ان انا بقطع الاجزاء دي لوحدها وبتتخش تتشطف بشطفها، فبعد ما بتتشطف في بعض الاحيان بيبقى المكان بتاعها في حاجه جت مكان حاجه تانية، فبنرقمها عشان تيجي في مكانها مظبوط. وعشان لو هتنفذ نفس الفكره تاني يبقى عندك الباترون الجاهز بتاعها اللي تنفذ بيه مباشره. اه فبنبتدي نجمعه، وبعد ما ابتدي اجمعه بقطاع الرصاص اللي موجود دوت لونه فضي ببتدي الحمه بالقصدير كده بحيث ان هو يتجمع مع بعض. على ذكر الفهم الخاطئ اللي كان يعني جه في بالي لما شفتها كانها ساعه، ممكن حد يقترح على حضرتك تعمل له مثلا شكل معين بالازاز ويستخدمه هو في حاجه تانية زي ساعه زي ما انا بقول يتركب فيها العقارب والارقام؟ طبعا ممكن في بعض الاحيان في حد بيطلب مني مثلا ان انا عنده وحده في السقف عايز ينفذها باسلوب جديد مختلف، فبيقول لي انا عندي المساحه ديت وعايزين نعملها تصميم، فانا ممكن بعمل له التصميم بتاع الشاسيه الحديد بتاعها والازاز بما يتناسب بالفكره اللي هو فيه. طب هو فكره الناس اللي مدركه قيمه الزجاج المعشق قليلين، لان في بديل ليه وهو الرسم على الازاز. ايه الاختلاف ما بين الاثنين؟ والاسهل طبعا اكيد الرسم على الازاز، تكلفه ووقت وكل حاجه يعني. هو الرسم على الازاز هو محاكاه للازاز المعشق بس بتكلفه اقل، بس الميزه في الازاز المعشق ان هو عمره اطول، ما بيتاثرش باي نوع من العوامل الجويه. الرسم على الازاز بيتاثر بالمذيبات، كان جلانس او حاجه واحنا بننظفه، الشمس لما بتيجي على الرسم على الازاز بعد فتره الالوان بتروح بتاثر بالشفاف البنفسجيه، انما في الازاز المعشق ما بيتاثرش بالحاجات ديت. فبيبقى لأن هو اصلا اللون هو الاصل. يعني القطعه نفسها لونها كده، فبيبقى هو ثابت وبيقدر يعيش فترات طويله. حجم الناس اللي بتطلب من حضرتك شغل قد ايه؟ يعني كعملاء فرديين او كمهندسين ديكور مثلا بيتعاملوا مع مباني لبيوت او كده، حجمهم كبير؟ عددهم مع الوقت والحياه السريعه والبيوت المودرن والحاجات دي اختفت فكره الزجاج المعشق ولا لا؟ هي ما اختفتش، يمكن في الوقت الحالي هي بقت موجوده اكتر. يمكن هو بس المشكلة اللي بتبقى موجودة ان الخامة هي اللي بقت قليلة شوية في نوعية الاستيراد، انما غير كده هو بدأ يبقى فيه تحسن ان في ناس بدأت تطلبه في الشقق ويبقى فيه عليه طلب اكتر. انا شفت ناس عامله بيبان بلكونات بيه ورا البيبان الحديد وبتاع، فالحكايه بقت فيها رواج كبير قوي يعني. يعني في بيبان او شبابيك وبتتعمل في مساحات صغيره. يعني انا بحاول ان انا اعمل حتى لو الشباك او الباب على شكل سلسله مثلا ممكن اعمل وحدات تتناسب معاه. حضرتك قلت داخليا في بيبان وفي ممكن مثلا لو عايز يعمل بارافان مثلا ولا حاجه فممكن يتحط جزء منه، بنقدر ننفذه في بارافان او في بعض الوحدات بيبقى متاح ان ننفذه في اي شكل. طب اكتر الصعوبات يا فندم اللي ممكن بتواجه حضرتك وانت بتشتغل في مساله يعني زجاج المعشق ده غير موضوع الاصابات، لان انا شايف اصابه في ايد حضرتك الله اعلم ممكن تكون منه، يعني غير موضوع الاصابات والازاز والتعوير وكده؟ هو بيبقى اكتر مشاكل لما بيبقى العميل مثلا يطلب من مكان في مدينه تانية مثلا ويديني او المهندس وما يكونش دقيق في المساحه اللي هو طالبها، فديت هي اللي بتبقى المشكله، لان انا بروح اركب الشغل بلاقي ان انا محتاج اعدله من تاني. طب وليه حضرتك ما بتروحش تاخد المقاسات مباشره يعني حتى ساعات لو في لحظه تانيه؟ يعني لسه عايز ياخد الوقت اصلا بيبقى سريع شويه فيقول لي دي المقاسات وكذا وكذا، فلاقي ان لا احنا غالبا بنقيس بزياده يعني او بنقص يعني ما فيش ما بنعملهاش دقيقه. بتشوف ان المهنه دي مهنه يعني ازاي الحفاظ عليها مع الوقت والزمن؟ يمكن دلوقتي الناس برضو بدأت تحس ان هي شكل جمالي افضل كذا، لكن برضو في وقت كده كانت تقريبا مش موجودة بشكل قوي. هو دلوقتي فيها صعوبة في نقطة ان يبقى في الايدي العاملة الفنية اللي هي عندها قدرة على التنفيذ، لانه بياخدوا فيها صعوبة وان هي بتاخد وقت طويل. يعني ممكن في اباجورة اجي انفذها تاخد شهر التنفيذ لان فيها 2500 قطعه ازاز. فدي المشكله ان احنا نبتدي يبقى في ستاف موجود عنده القدره والصبر ان هو ينفذ القطعه ديت، لان الشغل اليدوي بيحتاج المهاره وبيحتاج الدقه والحب. انما دلوقتي للاسف النقطه دي مفتقدينها شويه. مين من يعني دلوقتي حضرتك بيشتغل معاك عدد قد ايه، ولا حضرتك اللي بتشتغل لوحدك كل الشغل ولا متقسم؟ لا معايا ثلاثة بيشتغلوا معايا بحيث ان انا بقوم بالتصميم وبعض انواع التنفيذ، لان في بعض الحاجات بتحتاج مهارة في التقطيع اكتر بيبقى هما ما عندهمش خلفية بيها، ف
فبقدر بحاول انقلها لهم. نورتنا وشرفتنا استاذ شريف بدر الدين، مصمم زجاج مع الشقه، وبسطنا جدا بشغل حضرتك المميز. اهلا بيك تاني معانا، يوم حضرتك سعيد. بشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهارده، بكره الساعه 8 حلقه جديده ويوم سعيد جديد هنا معانا على قناه المحور. استنونا، الى اللقاء. باي باي. شكرا ليك يا علا، يومكم سعيد، مستمر على شاشه المحور بكل فقراتنا. مع السلامه.